اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم بالمواضيع اللي احنا راح نعرضها عليكم، وهي مواضيع اصلا انتم تداولتوها على مواقع التواصل الاجتماعي او بالمواضيع اللي انتم تريدون تحجون بها. للاتصال بالبرنامج ارقام البرنامج اسفل الشاشه، تقدرون تتصلون من داخل العراق ومن خارج العراق على واحد من الارقام اللي تشوفوها بالاسفل. في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان، الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب، تقدرون تدزوننا رساله نصيه على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. اتمنى تكون الرساله متبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه صوتكم ونعرف الرساله جتنا من منو ومن وين. نبدي مشاهدينا حلقه اليوم ونتناول اول ملف ويانا، وهو ملف تجريف اجزاء من مقبرة الشيخ معروف الكرخي التاريخية، ونبش قبور الناس وتبليغ الوزارة لذويهم بضرورة نبش القبور بمعرفتهم هم وحدهم. السلطات الحكومية بالعراق أدها محاولة لتجريف أجزاء من مقبرة الشيخ معروف الكرخي التاريخية ببغداد، واللي يتجاوز عمرها 1200 سنة، وتضم قبور لأبرز العلماء والأعلام العراقيين. قرار وزارة الإعمار والإسكان بحكومة الإطار التنسيقي بإزالة ونبش قبور بمقبرة الشيخ معروف الكرخي التاريخية بالعاصمة بغداد أثار موجة غضب وجدل بكل البلاد. مزاعم عدة، أنه هاي القبور تشكل حجر عثرة بطريق مشاريع البنى التحتية بالعاصمة أو للتوسعة أو غيرها. خلونا نشوف مقطع مصور لأحد الناشطين وهو ينتقد قرار وزارة الإعمار والإسكان وإعلان تجريف أجزاء من مقبرة الشيخ معروف الكرخي ببغداد. هذا هو الفيديو. ترى سويتوها بلا ملح، أن على أبو المجسرات هاي اللي ثبرتوا بيها العالم وكلها مشاريع فاشلة. شنو أنتم تصاميمكم ما تصير إلا على رؤوس العالم؟ ساعة هنا بحي البساتين منطقة سكنية تريد فلشوها، والله المجسر يجي عليها. هسه اليوم دقيتوا هاي القطعة مال الشيخ معروف، والله المقبره اريد نفلشها. شنو هالحكي هذا؟ شنو هالخربطيات هاي؟ شنو؟ عالم موتاها صار لها مئات السنين هنا، موتاها وتزورهم وقبورهم، شنو نريد نفلشها والله المجسر عليها؟ انا على ابو المجسر. ثبرتونا بهالمشاريع الفاشله، كافعات؟ كافعات تعبتوا العالم وتعبتوا نفسيتنا. بدبي اكو مول كلش ضخم اللي بيه مطعم صمد جوه، بصفه بيت صغير. ابو المول بشتى الطرق راد يشتري البيت ما قدر، قال له لو تعطيني مليارات ما ابيعه، وبالفعل ذاك هو البيت موجود. قبور مال عالم اشتريتها، شنو شيل الموتى مالتكم؟ مقبره تاريخيه من زمن العباسيين، بها علماء وبها اعلام وبها اناس لهم تاريخهم بهذا البلد. بجره قلم تتجرف اجزاء من ادها. ومن الممكن أنه من ضمن هاي الأجزاء قبور إلى أشخاص من هؤلاء القدماء. فهل من المعقول أنه أنت تسوي مشروع بضوء خسارة العراق إلى جزء كبير، أو خسارة الناس إلى قبور أحبتهم مثلا؟ زين وين ينقلوها؟ وين يروحون؟ سويتوا مجسر بهالمكان ولازم تتجرف المقبره، وين يروحون برفاتهم؟ وشلون ينقلوها هم؟ وشلون تعطوهم مهله الى 15 12 15 12، يعني 13 يوم، اقل من اسبوعين. هذا الاجراء كله تسووه. روحوا شوفوا بلدان العالم، روحوا شوفوا بلدان العالم، اكو هوايه من المشاريع بس المقابر هي اللي وقفت حجر عثرة أمام هاي المشاريع وتحولت. والمجسر من الممكن أن يصير المجسر فوق المقبرة، أو الجسر يصير صورة عالية ويتنفذ بطريقة معينة بحيث ما تأثرون على المقبرة أو تاريخ هاي المقبرة. الأهالي ذوي المدفونين في مقبرة معروف الكرخي، هاي المقبرة اللي بها علماء وبها مفكرين إسلاميين، تفاجأوا وانصدموا أن الوزارة أمهلتهم 15 يوم حتى ينبشون قبور أحبتهم واستخراج رفاتهم بسبب وقوع المنطقة ضمن مشروع مجسر الطلائع اللي الوزارة تريد تنفذه.
هذا كله من دون إعطاء قيمة لأحد أهم المقابر الموجودة من الدولة العباسية واللي عمرها أكثر من 1200 سنة، إضافة عن إمكانية إنشاء هذا المجسر بمكان ثاني ما يأثر على المقبرة ولا يسوي هذا إشكال. لهذا السبب الظاهرة والأهالي أمام مقبرة معروف الكرخي أو أمام مقبرة الشيخ معروف الكرخي للاعتراض على السياسات الحكومية بالتعرض للآثار الإسلامية والوقوف بوجه هاي القرارات، مطالبين المؤسسات الإسلامية أن تتدخل وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، وعبروا عن رفضهم القاطع لمثل هكذا تجاوزات لمنع عملية إزالة تلك القبور، وطالبوا بتحويل المشروع إلى مكان آخر وطريق آخر وبوفق تصميم يبعد إزالة هاي القبور. خلونا نشوف هاي المقاطع. راقب قدام الشباب وخلي شيلنا ونروح. احنا كل دار احنا بهاي المقبره، اجدادنا كلها مدفونه بهاي المقبره، شلون يشيلهم؟ شلون يشيلهم؟ احنا اي دعم مرين، احنا اصلا احنا دافعين فلوس هاي مولفنا المقبره، فلوسنا دافعوها، ما ماخذين منا حق ولا قاعدين حق الطينه، احنا اما يغير مسار الجسر، الخبر العمايه حتى لا يتعبون يوصلهم بيتهم بساعه، اما يلغي المشروع، هذا احنا قرار. في كل بلدان العالم من الممكن أن تحصل هكذا مشاريع، ومن الممكن أن تنقل رفات أشخاص في مقابر، لكن على نفقة الدولة، هاي رقم واحد، وبمعرفة الدولة، هاي رقم اثنين، والدولة هي اللي تتكفل بكل شيء بمعرفة ذوي المتوفي أو الميت أو المدفون في ذلك المكان، هاي رقم ثلاثة. رقم أربعة، هذا كله بعد أن يشوفون التاريخ، لأنه ما من الممكن أنه مجسر مثلا يشيل قبر الشيخ معروف الكرخي أو عالم إسلامي أو مفكر، ما من الممكن، لأنه في كل مكان أكو أشياء وأعلام تاريخية ما يقدرون الناس ينسوها، وهذا القرار راح يتلعب ويا مشاعر الناس. الموضوع هذا لاقى هواية استهجان على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه مقبرة معروف الكرخي تعتبر وقف إسلامي وما تمتلك الجهات الحكومية العبث بها، وتسألوا إذا كانت المشاريع تمر عبر مقابر وأماكن أخرى ذات مكانة عند الطوائف الأخرى بالبلاد، هل السلطات الحكومية راح تجرؤ على تنفيذها؟ لفتوا النظر إلى أنه نأي السلطات الحكومية عن إيجاد حلول بديلة يأتي بسياق الممارسات ذات الطبيعة الطائفية، ولهذا كانت تعليقات الناس حول هذا الموضوع بالتالي. أول تعليق من منصة فيسبوك، أحمد: العراقي حتى الميت ما يرتاح، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسن إسماعيل خليل: يعني وين نروح ندفن؟ يعني أنا والدي جدي أعمامي مدفونين هناك، تريد تشيل قبورهم؟ خضير حمودي: ممكن أن يكون المجسر فوق المقبرة، وبذلك لا نخسر من المقبرة سوى أماكن الدنق بين مسافة أخرى، وطبعا المهندسين المختصين هم الأعرف بالحلول المناسبة. مقبرتنا فيها أجدادنا و15 يوم غير كافية لنقلهم. ومحمد العلاق يقول: بيش حاير هاي الحكومة، ما تدري ملايين الموظفين اللي لا شغل ولا عمل، ويوم اللي تريد تبلط شارع لو تصلح رصيف تروح تتعاقد ويا مقاولين وشركات. هاي الرواتب المستنزفة ميزانية الدولة واللي هي بالأساس أموالنا وحقوقنا من النفط دا تنصرف بالخالي بلاش، تالي تقول لهم تعالوا شيلوا موتاكم، احنا ما عدنا أحد يشيلهم. فكان هذا تعليق الناس على قضية تجريف أجزاء من مقبرة الشيخ معروف الكرخي. أكو تعليق من التعليقات يقول: من الممكن أن نخسر فقط أماكن الدنك. لا، من الممكن أن نبني جسر معلق. وخاف يجي واحد يقول العراقيين ما عندهم إمكانية يبنون جسر معلق، لما
الكوادر الهندسية العراقية أعادت بناء الجسر المعلق اللي موجود في بغداد بعد أن دمر على يد الآلة العسكرية الأمريكية في قصفها إلى بغداد في تسعينيات القرن الماضي، أعيد بناءه بالكامل بجهود هندسية عراقية وبسواعد عراقيين من دون مساعدة أي شركة أجنبية. فلا حد يجي يقول لي ما عندنا إمكانية نبني جسر معلق، والإمكانات اللي موجودة عند الحكومة هسه ما كانت موجودة أيام الحصار، فعليه بإمكانهم أن يبنون جسر معلق ثاني ويحافظون على مكان تاريخي إسلامي إلا مكانه عند هواية من الناس. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، هذا النهج الطائفي الذي تنتهجه حكومة الميليشيات ضد الآثار التي تعود لطائفة معينة دون غيرها. نعم. رائحة الطائفية تتوضح من هذا التصرف، وليس هذا التصرف الأول الذي تقوم به الحكومة بحجة الإعمار أو بحجة إنشاء جسر أو بحجة غيره. سيد الكريم، مهما تعذروا فرائحة الطائفية تبين من حكومة الميليشيات التي تدعمها إيران ويدعمها كل نفس طائفي في هذا البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بعد أن أنتقد هذه الحكومة أتوجه إلى المراجع في النجف، أين التصريح وأين أقوالكم عن الاعتدال وأين أقوالكم عن المساواة بين أطياف ومذاهب الشعب العراقي؟ وأنادي بعض المراجع التي تنادي بالاعتدال وتنادي بالمساواة، أين أصواتكم؟ فيا سيد الكريم، لا فائدة من الكلام، وكل مرة تأتي هذه الحكومة لتزيل أثرا من الآثار التراثية في هذا البلد تتعذر بحجة الإعمار. وأنا عندما سافرت إلى بعض البلدان مررت ببعض الشوارع التي فيها قد بلط رصيف معين من حقبة زمنية معينة، وترى هذه الدولة تعمل في شوارع أخرى لكنها تترك هذا الرصيف لأن فيه حسا تراثيا وفيه رائحة تراثية. أما هذه الحكومة فلا تبالي بأي شيء تراثي ولا تبالي بأي مقدس، لأنها حكومة فساد في فساد. وشكرا للبرنامج. شكرا، شكرا لك أبو سمية. أنا كلمتي أوجهها إلى من يدعي بأنه سياسي، وأوجهها إلى الكتل والأحزاب ومجلس النواب بدواب الأكثر من 350، وأوجهها إلى من يدعي ويسمي نفسه حكومة، وأيضا رئاسة الجمهورية اللي ما حد يعرف رئيس الجمهورية وين، لأنه ما شفناه، شفناه بفيديوهات اثنين انهزم من السجادة من دل الدرب ماته. المهم أنا أوجه لهم رسالة، بدل ما تبنون جسر أو مجسر فوق مقبرة الشيخ معروف الكرخي، ما نريد هذا الجسر المجسر، وما نريد هاي التوسعة، جسر الطلاع أو مجسر الطلاع، لا ما نريده. روح صلح جسر محمد القاسم، روح صلح الطرق والجسور، روح شيل النفايات من العاصمة الحبيبة بغداد وباقي المحافظات العراقية، وروح صلح مداخل المدن، مداخل العاصمة بغداد الجنوبية والشرقية والشمالية والغربية ومداخل المحافظات الأخرى. ورا ما تصلح ذني الطرق والجسور وتبلط تبليط صحيح والناس ترتاح وتوصل لهم الشوارع والرصف على أكبر قدر من الجودة، وراها عود فكر بالتوسعة وفكر شلون تبني لنا شيء جديد. أما تبني لي مشروع إلى مجسر من الممكن أن يتحول إلى مجسر متلكئ، والناس فوق ما خسرت أحبتها اللي مدفونين بهاي المقبرة التاريخية يروحون يشوفون هذا الجسر اللي هم دا يظهرون عليه متلكئ، روح صلح لهم المكان الثاني أحسن، نظف لهم الطرق والجسور، خليهم يمشون براحة، خلي الشوارع سلسة للسيارات، وراها عود ابني الجديد. ملفنا الثاني مو أول مرة نحكي به برنامج صوتكم ولا أول مرة نتناوله ويانا، ملفنا هو رواتب الموظفين والمطالبة بإقرار قانون جديد لتعديل سلم الرواتب، ونبدي من محافظة المثنى اللي طلعت بها تظاهرات حاشدة حالها حال العديد من المحافظات العراقية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وإنصاف شريحة الموظفين من أصحاب الدخل المنخفض أو الدخل المحدود. تظاهرات المثنى راح تشوفوها بهذا الفيديو اللي رددوا به
هتافات مناهضة لحكومة السوداني طالبوا أن يلقى حل فوري وجاد وجذري لمعاناتهم، ولوح آخرون بالتظاهرة أنهم راح يقاطعون انتخابات مجالس المحافظات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتعديل سلم الرواتب. خلونا نشوف. نطلع من المثنى ونروح بمقطعنا الثاني بهذا الملف إلى محافظة واسط اللي شهدت شوارعها هي هم تظاهرات حاشدة إلى مواطنين وموظفين وناشطين، كله من أجل المطالبة بتعديل سلم الرواتب. مو ترف أو بطر، لا لا بالتأكيد، لكن الحياة صارت صعبة عليهم بسبب الغلاء المعيشي لهواية أسباب، منها نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار. هذا الشيء اللي خلى قيم السلع الغذائية كافة بالأسواق العراقية ترتفع بشكل خيالي، وصار المواطن العراقي خصوصاً أصحاب الدخل المحدود والمنخفض عاجز قدام متطلبات الحياة. خلونا نشوف الفيديو من محافظة واسط. نطلع من واسط وبالفيديو اللي راح تشوفوه بعد قليل اللي هو في محافظة النجف. هناك همين اكو تظاهرة، لكن ايضا شفنا هذا الفيديو الى ناشط. ناشط ينقل معاناة موظفي الدوائر الخدمية من اصحاب الدخل المنخفض او الرواتب المحدودة. واللي صار الموظف بهاي الدوائر الخدمية ما يقدر يلبي رغبات اسرته ولا نفسه اصلا. وصارت الحياة عليه كلش صعبة بوقت واحدة من واجبات الحكومة الأساسية أنه هي توفر متطلبات العيش الكريم لهم وحفظ كرامة المواطنين من دون منة بل غصبا عليهم. ويطالب الناشط بالاستجابة لهم وتعديل سلم الرواتب أسوى بباقي الموظفين. أنا استلمت راتبي ما بقى غير بس 25,000 منتي. الله أكبر. نعيم بالبلدية وأمس استلم راتب 250، ما ظلت من عنده هاي 25. يجب أن يطبق سلم الرواتب. تشوفون هاي الجماهير الطالعة، هاي الجماهير هي موظفين بالدولة طالعين على ضيمهم، طالعين على مود يحققون سلم الرواتب ويصيرون بشر. فعلا الموظفين حالهم حال البقية اللي يستلم 1,400,000 أو مليونياً أو مليون، حالهم حال النواب اللي قاعدين بأفضل الأماكن وأفضل السيارات بس ما يفكر بسلم الرواتب. تدرون هاي الطبقة الطالعة حالياً وشوفوها أنتم أفضل طبقة وأحسن طبقة تشتغل وتعمل
بجد بالعراق كله؟ تدرون أكثر طبقة هاي الطبقة مظلومة ليش؟ استلم 1,720,000. هذا موظف اللي هيجي يستلم راح يبقون مصرين لحين تحقيق المطالب، وقسما بالله الكريم هاي الطبقة إذا بقت محتصمة وما تطلع وتشتغل، والله الكريم كل دوائر الدولة توقف، كل دوائر الدولة هي معتمدة على هاي الطبقة، بس أنتم مكنسليهم، بس أنتم منطيهم ظهورتكم، بس أنتم ما دايرين لهم بال، بس هم حصرتهم ترى طقت وقالوا لهنا ولازم نوقف. كافي بعد واحدنا يستلم 200,000. هذا نداء لجميع مسؤول موجود بدوائر الدولة، يجب أن يطبق سلم الرواتب، يجب أن يطبق سلم الرواتب، وإذا لم يطبق سلم الرواتب قسماً بالله دوائركم راح توقف، كل شغل ما بيها جميع دوائر العراق راح توقف شغلها. شايب الله يطول طول عمر اللي طلع لنا بالفيديو يقول أنا استلمت راتب ببداية الشهر، احنا اليوم 2 الشهر صار لنا يومين او 3 ايام، عمي روح 4 ايام سلموهم الراتب يوم 29/28 باقي بجيبه 25,000 ما بيه نخ 15 دولار. حياته هو بوحده ما تكفي 25,000 يكفي بيها من هنا نهايه الشهر وبدايه السنه الجديده. مسواق عائله مكونه من 4 نفرات يوم واحد يحتاج لفد 50-60,000، شنو اللي تكفيه 25,000 إذا هو متزوج وعنده أطفال مثلا؟ يدفع لهم أقساط مدرسة؟ جامعة؟ يلبسهم؟ يشتري لهم هدوم؟ تكرموا ناحذية؟ يجيب لهم أكل للبيت؟ شلون يعيش هذا المواطن؟ هذا الشايب اللي فنى عمره بهذا البلد وقاعد يشتغل لك وزارة خدمية خدمة للمواطن وإلك أنت يا سياسي، شون إلا نفس يعيش بعيشة مرتاحة هو ما عنده بجيبه يوفر نفسه والأولاد شيء؟ فتعديل سلم الرواتب، أكثر من مرة نقول أنه تعديل سلم الرواتب بالعراق هو مطلب شعبي، ما قلنا نطوهم رواتب مثل رواتب البرلمانيين ولا تقاعدات البرلمانيين، بس انطي راتب انه يكفي شهره ويزود شويه. الناس علقت على هذا الموضوع، احمد الركابي يقول مظاهرات مليونيه غاضبه في كل المحافظات تطالب باقرار سلم رواتب عادل ومنصف للجميع. صلاح الحميد يقول بيا دوله ناس بنفس الشهاده والخدمه، واحد ياخذ 3 ملايين وواحد 600,000. ضياء المنصوري حسبنا الله ونعم الوكيل، والله المفروض راتب الدوائر الخدميه مثل موظفي البلديه والمي والمجاري، المفروض رواتبهم لا يقل عن 1,000,000. وعباس الشمري ماكو سلم رواتب جديد، ماكو انتخابات ابد والله العظيم. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضيه. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. عليكم استاذ أفل. عليكم السلام، نرحب بكم بقناتكم الكريمه اللي دائما تنقل الحقائق ومعاناه الشعب. بالنسبة لسلم الرواتب ما يهم البرلمانيين أو مجلس الوزراء، يهمهم هذا الموضوع، يعني يعتبر ملف فساد أو ملف يغضون النظر عنه مقابل اللي القرارات اللي جاي يسووها لنفسهم من امتيازات وعلاج برا وحمايات وسيارات حديثة كل سنة وسكن وبدل سكن. أما المواطن العراقي اللي جاي يخدمهم واللي جاي بالذات جماعة البلدية والمحافظة اللي ينظفون الشوارع والناس الخدميين اللي هم هذول واجبهم أشرف وأطهر من كل البرلمان وكل الوزراء، المفروض يحسون بيهم كوزراء ورئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو واحد من الرئاسات الثلاثة ويقرون قانون ينصفهم على هاي الغلاء المعيشة. كان الورق الدولار 122 حاليا وصل لل60 وصل لل70، المفروض هاي الصعود يحسبونه على السوق العراقي، الاسواق بدأت تضاعف، كل المواد الغذائيه والايجارات وكل شيء جاي يضاعف بالكره الارضيه كلها، ازمه عالميه. تشوف الدول المتقدمه الغربيه
وبعض الدول العربية يحسبوها كل ما يصير أزمة يحسبون الموظف إيش قد تكفيش الشهر، ما يجي الطي يستعطف عليه 250 ألف ما تكفي إيجار فقط أو ملابس، المفروض يحسب إيش قد يصرف هذا بالشهر، مثل أوروبا إيش قد يكفيهم يطوهم. أنتوا هذول ما جاي يفكرون بالمواطن العراقي، وعدة عزمات هذول العاطلين على العمل، الناس اللي سلم الرواتب واقف صار له 20 سنة واقف وما يحسون معاناة المواطن أبد. زين دعموها البطاقة التموينية في سبيل سهل أمر المواطن الكاتب والمواطن الفقير واللي دخلهم محدود والأجور اليومية ما حد يفكر صباح بيهم. هم قبل ما يدعمون البطاقة التموينية خلي يجيبون مواد بالبطاقة التموينية الناس تقدر تأكلها وراها نفكر بالدعم. المتراكمة سببها المسؤول، سببها البرلمان، سببها القرارات اللي قرها البرلمان أبدا ما تنصف المواطن العراقي. هاي 20 سنة ما سمعنا في اليوم قرار للبرلمان العراقي ينصف المواطن من قطع أراضي أو رواتب أو سلف أو كذا بدون فوائد أبدا. كل القرارات هي صب مصلحتهم، حتى العفو العام ما يسوونه لأن يخدم المواطن العراقي. إذا هذا البرلمان يعني هو عاطل عن عمل، ما جاي يقدم خدمة للشعب اللي انتخبه وصعب عدل هالكراسي اللي يدعم عليها كلهم مزورين وزورة من الانتخابات. إرادة الشعوب من عاطلين عن عمل، من ناس مغيبين أهلهم، من ناس هذول اللي يدورون صعود بالرواتب مالتهم المعيشة يعانون منها، ما حد يفكر بيهم. مشاكل متراكمة وما عندنا شخص مسؤول قاعد على الكرسي يستحق للقعدة هاي، من وزير أو رئيس وزراء أو برلماني، كلهم كذابة وعصابات وتابعين إلى ميليشيات وتابعين إلى أحزاب عندهم أجندات خارجية. شكرا شكرا لك اخ صباح. ابو علي من الديوانيه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الذين يستوى الذين امنوا والذين لا يؤمنون ما نستوى وياهم. الطبقه الفقيره بالعراق ما تستوى ويا ذولا، يسمحون بابحر من المليارات، وهذا رجال شيبه 200 ألف يبطونه ويبوقون من عند أهل البلدية، مات قال المسؤولين عن البلدية ما يبوقون من عند هذا. نعم. لا صحة ولا تربية ولا كهرباء وتبطونه 200 ألف. نعم. تبطونه ذني بلاش وإحنا عم رواتب ما نريد من عندكم. يا محمد الشاع السودان أنت رجال فقير كنت، بس يقول الإمام علي أذكره بهذا الحكاية، يقول الإمام علي عليه السلام خفوا كم البطون جاعت ثم شبعت، ولا تخافون من البطون شبعت ثم جاعت. حطوا والله بين عيونكم، حطوا والله بين عيونكم، لكم الدنيا وإن الآخرة إن شاء الله. نعم. مشكورين. شكرا لك أبو علي. نروح إلى ملف آخر. بهذا الملف عندنا فيديو لأهالي منطقة الصالحية بمحافظة البصرة بخصوص ثانوية الصالحية للبنين، واللي يكررون مطالباتهم دائما بشكل متكرر بخصوص هاي المدرسة اللي تعاني من عدم وجود مدرس لمادة الفيزياء من بداية السنة الدراسية لحد هاي اللحظة. عندهم مناشدات هواية مثل ما قالوا، ولحد هاي اللحظة ماكو حل. هاي المعاناة ما تنتهي بمنطقة الصالحية بقضاء شط العرب، لذلك احنا نحب ننقل لهم هاي المعاناة ونقول أنه مطلبهم هذا لازم ينحل، لأنه نقص الكوادر التدريسية بالمدارس ما يأثر بس على الأهالي، الأهالي كبار بالعمر وطلعوا من المدارس، بس راح يأثر على مستقبل البلد بشكل كامل وبكل تأكيد. خلونا نشوف. صدق أو لا تصدق، مو قلنا الملفات المركزية في محافظة البصرة فاشلة؟ يعني اليوم مديرية التربية تابعة إلى وزارة التربية، هاي تفضل مدرسة الصالحية الابتدائية، لا متوسطة الصالحية للبنين، طبعا منطقة الصالحية اللي يعرفها بقضاء شط العرب بيها متوسطة بنين واحدة، يعني ما يقارب يمكن ب300 ألف نسمة. صحيح. الصالحية ب300 ألف بيها ثانوية وحدة، وإعدادية ماكو. الأغرب من هاي الطرقاعة كبيرة
مدرسة الصالحية، ثانوية الصالحية ما بيها مدرس فيزياء من بدا الدوام لليوم، صح عمي ولا لا؟ تفضل ابو عبد الله، بيها مدرس فيزياء؟ ما بيها والله. من يمتى؟ من يمتى؟ من بداية الدوام ولحد الآن؟ لحد الآن ماكو. وصلنا لنص السنة، امتحانات نص السنة. هاي الطلاب شنو يدرب؟ للثالث المدير. خل يسمع السيد مدير تربية البصرة. من المسؤول؟ مدير وزير التربية. يمن القضية. القضية يمن. يمن الريف. ناشد من احنا؟ مدرسة متوسطة 800 طالب، 800 طالب ما بيها مدرس فيزياء، والثالث متوسطة 339 طالب ما عندهم مدرس فيزياء، يعني الله يرضاها وجاي لامتحان وزاري. 800 طالب سيد جابر لحد هنا ماكو متوسطة بهاي المنطقة. سيد جابر 800 طالب بعشر صفوف، عليكم أيها المسؤولون عليكم أن نزدون للميدان، شوفوا واقعنا، شوفوا واقعنا. يعني مدرس الريد مدرس مدر إعدادية الرضوان أيضا ما بها يمكن مدرس رياضيات، يمكن صار لها من بدأت السنة لليوم، و2000 طالب ما عندهم مدرس رياضيات. مدرس رياضيات ماكو، مدرس فيزياء ماكو. زين ذولا من يدرسهم؟ واحد من الاهالي يقول لهم انا اعرف بالفيزياء ويطب يشرح لهم الفيزياء لو الرياضيات. لا، واحنا ما بدنا نحكي نشاط فني رياضه، بدنا نحكي مواد علميه فيزياء ورياضيات، واللي هي اساس لهوايه من التخصصات اللي موجوده بالجامعات. ما تعرف ملفنا الثاني هنا بهذا الملف او الفيديو الثاني بهذا الملف من محافظة إديالة، اللي بيها وقفة احتجاجية وكلمة الى ناشط من المحافظة يوثق خلو مدرسة البيعة بناحية العظيم من المدرسين. اذا بالبصرة عندهم مدرس او مدرسين اثنين فارغين، لا هاي المدرسة ما بيها مدرسين. يعني اريد اتخيل هاي المدرسة شنو نوع العلماء اللي راح تخرجها، شنو نسب النجاح اللي راح تصير بيها وهي ما بيها مدرسين، ويناشد الجهات الحكومية أن تلقى حل فوري لمعاناة الطلبة بهاي المدرسة. ناحية العضيم قرب مدرسة البيعة، هاي المدرسة دوامين صباحي ومسائي، المسائي ما يقارب 300 طالبة. المشكلة أنه هاي المدرسة المسائي بيها 6 مدرسين فقط، 2 حاليا راح ينقلون يبقون فقط 4. تضطر إدارة المدرسة مع الكادر التدريسي جمع 2 أو 3 حتى يعطون الدروس، يعني 300 طالب يخلوهم فقط في 4 صفوف، لأن ما يوجد في هذه المدرسة غير حاليا اللي يداومون غير 4 من الكوادر التدريسية. بالمناسبة 4 هم من الملاك الجديد المحاضرين سابقا، اليوم المفروض في من التربية حل هذا الموضوع. اليوم مستغلوا التسوية في قضاء الخالص، يوم المفروض هاي المدرسة لا يقل عن 15 مدرس مو 4. هاي مناشدة من أهالي والتلاميذ والطلبة بحل هذا الموضوع، لأن طلابهم حاليا أكو بعض الدروس مدى ياخذوها لحد هاي اللحظة، والدليل درس الإنجليزي لحد الآن ما مباشرين. 300 طالب بمدرسة يداومون باربع صفوف، يعني الصف الواحد بي 75 طالب. الله يعين المعلم اللي عنده 75 طالب بالصف، شلون يسيطر عليهم، شلون يفهمهم، شلون يقدر يتعامل وياهم، شلون يقدر يوصلهم المناهج كامل، شلون يقدر يوصل الفكرة الى 75 طالب، وشلون يقدر يراقب 75 طالب، وش كبر الصف اللي بي 75 طالب. يعني إذا الصف بعشر رحلات بثلاث سراوات، السرة الواحد بعشر رحلات بثلاث سراوات، أي 60 طالب.
11 راح لهاي 66 طالب، 12 راح لهاي 72 طالب. شنو الصف اللي شايل هذا الكم من الرحلات؟ بس أنا أقول لكم ماكو رحلات. عم يجيبوا لهم ديوان وقعدة عربية وقعدوهم بالقاع ودلوا فنجان وقهوة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت أبو يزن والله ماكو بس 6 مدرسين دوام مسائي في مدرسة البيعة ومحاضرين هواي بس ماكو تعيين. زين بالسادس إعدادي من يروح يمتحن وزاري شي يكتب؟ بس أريد أعرف هم يكتب ماكو مدرسين؟ والله من المفترض أن يكتب مدرسة لأن ماكو مدرسين فما أعرف المنهاج. مهدي الشريف كل العتب على السادة المسؤولين، منين أكو مدرسة ما بيها مدرس فيزياء لصف الثالث متوسط؟ شلون راح يجاوب نهاية السنة ما عنده يخلي أطفاله بالأهليات يضيع مستقبلهم؟ وسلام سامي أمل متعمد حتى الأهلي أو الأهالي ينجبرون يخلون أولادهم بمدارس أهلية. ورضا سمير العبادي يقول عجيب هاي الحكومات يروح يبلط شارع ويغير مقرنص ومدارس ماكو. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. حيدر من البصرة حياك الله يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نشكر قناة الرافدين صوت المظلوم وصوت المواطن العراقي الحقيقي. احنا نطالب الحكومة العراقية المحلية بتعديل سلم الرواتب. سلم الرواتب، الراتب يطلع 170 ألف في الشهر، وين يوديهم؟ للأجار؟ وين المعيشة؟ نعم. لما صاعد عدالة ماكو بالعراق. نعم. اخ حيدر انت ايش قد راتبك بالشهر؟ 170 ألف. اكيد متزوج وعندك عائلة لو لا؟ الحمد لله. الله يحفظك ياهم يا رب. ايش قد عندك اولاد؟ واحد. الله يحميك يا رب ويكبرها قدامك ويخليك شمعه فوقها. لكن السؤال الاهم، يعني انتم عائله مكونه من 3 نفرات، ايجارك بالشهر ايش قد؟ قول لي اخويا. 100. ايجارك 100، بقتلك 70 ألف. 70 وين اوديهن؟ طيب 70 ألف. لا اوقف اوقف قبل ما تقول لي وين اوديهن. المي والغاز والكهرباء والانترنت ايش قد يحتاج من عندك بالشهر؟ فوق المية. يعني انتوا لحد الان 3 لا ماكلين لا شاربين، انت مداين 30 ألف. نعم مطلوبين. طيب اكل وشرب لكم ايش قد يحتاج لكم بالشهر؟ انا اعتذر انه دا اتدخل بس حتى الناس تعرف شنو المعاناة اللي دا يعانوها الموظفين. نعم. يومي 10 300 شهر. 300 بالشهر، هاي 330 عندك نقص. زين ملابس البتك الكوم لا سامح الله، الله يبعد الشر والمرض عنكم، واحد بيكم تمرض وعلاج وما اعرف شنو. يعني تقريبا اقل تقدير الاخ حيدر يحتاجه بالشهر لثلاث نفرات ايش قد تقول يكفي؟ 400 ألف. يعني ما طلب شيء الاخ حيدر، طلب مأكله ومشربه وملبس بيته واهل بيته، واللي 170 اللي هو ده يدفعها هسه ما بين ايجار وانترنت وغيره. عزيزي 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 احنا حقوق من هذا الوطن. المواطن كل مواطن عراقي له حقوق. نعم. بس ماكو عداله بالعراق، ماكو عداله. بس هي انا اقول للمشاهدين هاي الحكومه ما تدوم، حكموا 4 سنين، حكموا 550 سنه وينهم؟ نعم. شكرا لك اخ حيدر وشكرا جزيلا لاتصالك بينا. يعني الاخ حيدر قال لك انا ما اريد اجمع فلوس من راتبي واشتري سياره اخر موديل، ما اريد اجمع فلوس من راتبي واشتري بيت، ما اريد اجمع من راتبي واسس بيتي من جديد. قال لك انا اللي اريده بس ماكلي وملبسي اني واسرتي وعائلتي، وادفع اجار بيتي وفواتير بيتي واعيش كريم ما اتداين. يعني الاخ حيدر هسه من اني تدخلت في خصوصيته وسالته، انت تخيل يا اخي العزيز انه ما فواتير وايجار اكثر من راتبه اللي يستلمه. شو ياكل وش يشرب ومنين يدبرها؟ 170 الف الى عائله شو تكفي ال 170 الف؟ والبرلمان يجي 4 سنوات ما تعرف شو مسوي، ما تعرف شنو الخدمه اللي قدمها للصالح العام، وراتبه التقاعدي يا ما شاء الله. تريد نذكر لكم اسماء من المتقاعدين؟
هو تقاعد ما تقاعد ما أعرفه، بوقتها قدم استقالة وقال الطلب تقاعد، وراها رجع نائب وسم رشح إلى رئاسة مجلس النواب. محمود المشهداني شنو اللي قدمه للمجلس النواب؟ مشعان الجبوري شنو اللي قدمه للعراق؟ أبو مازن شنو اللي قدمه للعراق؟ نور المالكي شنو اللي قدمه للعراق؟ العصائب والكتائب وغيرها شنو اللي قدموه للعراق حتى يأخذون هاي الرواتب والفلوس؟ الوزراء العراقيين اللي استلموا وزارة الكهرباء شنو اللي قدموه للمواطن العراقي؟ اللي استلموا وزارة الصحة شنو اللي قدموه للمواطن العراقي؟ اللي استلموا وزارة التربية والتعليم شنو اللي قدموه؟ أنا أقول لكم شوية شوية بدينا نتراجع إلى وقت وصلنا به إنه منهاج ماكو، مدارس ماكو، معلمين ماكو، وباقي الملفات إذا أريد نحكي بها يراد لعشر حلقات وما أسكت. ملفنا الرابع ملف خدمي. بما أنه نحكي عن الخدمات فأكيد أكيد راح نبدي من محافظة أنتم بعدكم راح تجاوبوني ذيقار. عندنا ناشط انتقد عمل إحدى الشركات بواحد من المشاريع الخدمية. المشروع هو رصف رصيف، لكن طريقة الرصف بطريقة لا تتناسب مع معايير الرصانة والجودة ولا حتى ويا الذوق. لا، الناشط يقول أنه طريقة الرصف تشوه منظر الشوارع بحسب الناشط، بظل غياب تام إلى الرقابة، ظل غياب المحاسبة من قبل المسؤولين عن هاي المشاريع. يعني المشروع الخدمي سيء ومو خدمي، هذا باختصار. خلونا نشوف هاي الشركات اللي تشتغل بمحافظة زيقار شنو المغزى من عندها؟ يعني هذا أبيض وأسود وأحمر، هنا بس أحمر وخط اسود، هذا تشوفونه اذا تجرب الامان تعال هنا عيني زين. هذا عندك اسود واحمر وابيض، شنو الفيلم؟ غرد نفتهم شنو الفيلم جاي يسوون دولة. شنو العمال متعاركين؟ اكو ثلاث مشاريع لثلاث اشكال مكونه الى مهندس، والمهندس متعارك ويا المهندس الثاني، وكل واحد اخذ جهه من الشارع رصفها بمزاجه. شنو الموضوع صدق؟ واحد مسوي خط طويل، واحد مسويها زقزاق، واحد مسويها مربعات، كل واحد يرصف بالكيف لو حسب الخلفه. هذا المشروع مشروع خدمي؟ هذا اكو مهندس عليه واكو بلديه جت تراقب؟ لا، وانتم لاحظوا واحد عالي واحد ناصي، واحد بيصعده واحد بينزله، واحد ما تعرف. اما عروس الخليج العربي البصره، اكو ناشط ينتقد سوء التنفيذ والتخطيط لاحد المشاريع الخدميه بمحافظه البصره وترك مسافه اكثر من 7 امتار بوقت انه الشارع هو 5 امتار. يعني تخيل مشروع حكومي بيتجاوز لعد الازاله على منه؟ وهذا ما يعتبر هدر الى المال العام؟ لا لا، خلونا نشوف. 1 2 3 4 5 6 7 7 مترات. كمل 7 كمل. 1 2 3 5 هذا 5 وهذا 7. هذا تمشي عليه سيارات ومكان سياحي، التبيط عرضه 5 امتار، وهذا ازيد من 7 امتار مكان المقرنص. وبما انه المشروع ما مكتمل بعده وبس كيربط، سحبوا لنا الرصيف وصغروا وسيروا حركه السير للناس باعتبار السيارات. الله ابو علي عندك الشرطون عند البيئه ما اعرف يا دائره البيئه غلقت الشرطون. قالوا هذا بعد ما في عند الرصيف وقت المولدات وقت الكشكات وقت البسطات الرصيف المن ويا صغرنا الرصيف. الله يخليك المهندس المقيم يا اخي، انت ولا عندك خطه عمل تخدم الناس الخاطر. الله هسه الشارع 5 امتار عرضه وهذا 8 امتار بعد الازدحام. هاي ودوم ماك بس بدنا مكان نوقف ماك كذا. تعال رجع منا وصور شو مشطول هذا. هسه المشروع ما مكتمل كذا. شوف شوف ايش عرضه. شوف اطلي منا للبيكا، شو عرضه رصيف؟ شنو فايدته؟ عمي غير خطتكم عرض الشوارع الشارع ضل زارع بيه خضار حتى نجيب الهوش تاكل هنا. هو ضال شوله الزحفه هي الزحفه للحائط. سماك التخطيط كل واحد راسه شكبره قاط ورباط ومغندب من الطبله للوجه الموس ما يقصه وما يوم ادلال التصريح ما يوم نزل الشارع حكايه.
ما يحتاج نعلق على هذا الفيديو لأن الفيديو هو يعلق على نفسه بنفسه. الناس علقت شهاب الخفاجي هذا حال بالغراف نفس الوضع. الجزرة والرصيف أكبر من الشارع، ومصطفى فاضل عملهم فاشل وغير رصين، وحتى شوارع فاشلة مع الأسف. محمد يقول هذا ديدن الشركات أغلب الأرصفة هيك مسويها عبالك ملعب مال طوبة. وإحسان الأسدي هاي أغلب الشوارع الرصيف أكبر من الشارع، وهذا بسبب عدم المعرفة من المهندسين والمشرفين على أعمال الطرق وسوء التخطيط. مشاهدينا الكرام، إزالة التجاوزات بدون بدائل، انتهاك حكومي لحق الإنسان بالسكن، هذا عنوان الانفوغرافيك اللي سلط به قسم التواصل الاجتماعي الضوء على قضية إزالة التجاوزات بالعراق. خلونا نشوفه. وعند أيتام الله أكبر. لن يسمعك أحد، فمن تحدى القانون وأطلق يد عصابة سرقة القرن لن يستطيع إيقاف استيلاء الميليشيات والمتنفذين لعقارات الدولة والمواطنين، في حين يستعرض بإزالة التجاوزات للبسطاء من الناس دون المتنفذين منهم وبدون سابق إنذار لتوفير البديل. ميليشيات فوق القانون ومتنفذون يحترفون غسل الأموال التي استولوا عليها ببناء مجمعات سكنية وأسواق أو تغيير جنسها من زراعية إلى سكنية، فضلا عن تغيير عائديتها وتشييد أبنيتهم الخاصة عليها بغير وجه حق. سرقات علنية دون محاسبة، وحكومة الإطار التنسيقي برئاسة السودان تقدم على هدم المنازل بذريعة التجاوز على أراضي الدولة دون أن تجرؤ على إزالة تجاوزات المتنفذين من أحزاب السلطة وميليشياتها، في الوقت الذي تتضخم أزمة السكن في العراق مع زيادة عدد الأحياء العشوائية المبنية على هامش المحافظات العراقية. مبادرات حكومية تزعم حل أزمة السكن في العراق تظهر للإعلام كمبادرة أجر وتملك التي أطلقها السوداني ولا ترى النور، كسابقه الكاظمي حينما أطلق مبادرة داري التي لم ترى النور بشهادة وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الحالية، في ظل حاجة البلاد إلى بناء 3.5 مليون وحدة سكنية لسد النقص الكبير فيها، حتى أصبح ملايين العراقيين يحلمون بسكن يليق بالكرامة الإنسانية انسجاما مع الحق العالمي بالسكن الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما ترتفع أسعار العقارات بشكل جنوني يفوق قدرة المواطن العراقي مع انخفاض قيمة العملة وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر. حلقة بديناها بإزالة ونهيناها بإزالة، لكن بديناها ويا الموتى ونهيناها ويا الأحياء، فلا الميت خلصان بهذا البلد ولا الحي خلصان بهذا البلد. وأنتوا شوفوا العراق شلون عايشين بأهله، ولكم القرار. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى باكر. انتظروني، في أمان الله.